فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر ما أوجب الله ورسوله من التفريق في الظاهر بين المسلمين وغير المسلمين، قال: وأيضا عن أبي غطفان المري قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث أيضا من أدلة تحريم التشبه بالكفار في صورة العبادة، وإن كانت العبادة مشروعة في الأصل فإننا نخالفهم في صفة الأداء كما في هذا الحديث. فصيام يوم عاشوراء مشروع في الأصل، وهو عبادة لله عز وجل، صامه موسى عليه السلام شكرا لله على النصر، من باب الشكر لله. وهكذا ينبغي للمسلمين إذا انتصروا أن يعملوا الشكر لله عز وجل، ولا يعملوا الحفلات والطرب والأشياء التي تسفه الناس، وإنما يعملون عبادات شكرا لله عز وجل. فهذا موسى عليه السلام صام لله شكرا له لما نصره على فرعون وأغرق فرعون وقومه، ونصر الله موسى وقومه، صامه موسى عليه السلام شكرا لله. فاليهود كانوا يصومونه بناء على هذا الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل يهود المدينة عن صيام يوم عاشوراء، لماذا؟ قالوا: لأنه يوم أعز الله فيه موسى وقومه وأذل فيه فرعون وقومه، صامه موسى فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، لأن الأنبياء طريقتهم واحدة، ويقتدي فبهداهم اقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فكان الصوم مشروعا وسنة الأنبياء، صوم يوم عاشوراء سنة الأنبياء. ولكن نحن نخالفهم في صورة الصوم، نصوم يوما قبله، وفي رواية يوما بعده، وفي رواية يوما قبله ويوما بعده. فالمهم أننا نخالفهم في صورة العمل. هذا دليل على أن مخالفتهم مقصودة للشارع حتى في العبادات المشروعة، بأن نؤديها على صفة غير ما يؤدونها عليه. نعم. قال: وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. ورواه سعيد بالإسناد ولفظه: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، وصوموا يوما قبله أو يوما بعده. نعم، هذا كما سبق. قال: والحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده عن ابن عباس. قال رحمه الله: فتدبر، هذا يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر سنة ماضية صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ورغب فيه، ثم لما قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم على ذلك. ولهذا استحب العلماء منهم الإمام أحمد أن يصوم تاسعاء أو عاشوراء، وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم. نعم، فيكون صلى الله عليه وسلم جمع بين المصلحتين، أداء العبادة ومخالفة المشركين ومخالفة اليهود، مخالفة اليهود، فجمع بين المصلحتين. فلا نترك العبادة لله عز وجل والتوحيد ونقول لأن هذا يفعله اليهود، بل نؤديها ونخالفهم في صفة الأداء فقط.